الموجز، أهلا بكم. أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي اليوم الجمعة أعلن عن إلغاء الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وذلك لكون هذه الذكرى المجيدة تأتي مباشرة بعد خطاب العرش بأيام معدودة وقبل الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان. ونظرا لما أبانت عنه التجربة في هذا الشأن، فقد تقرر وفق البلاغ استمرار الاحتفال بذكرى ثورة 20 غشت الخالدة دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة. أبدى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رغبة بلاده في استئناف علاقتها مع المغرب بعد قطيعة استمرت منذ سنة 2018 بسبب إقدام قيادي حزب الله المدعوم من إيران بتدريب ميليشيات البوليزاريو على حروب العصابات. وأكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية خلال لقاء نظمته وزارته أمس الخميس أن بلاده مستعدة لتطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم بما فيها المغرب. أثار ظهور سمك الأوركا مخاوف عدد من المصطافين بشاطئ ملبطة بطنجة أول أمس الأربعاء. بحسب الفيديو الذي تم تصويره من طرف أحد المصطافين بالشاطئ السالف ذكره، فقد أظهر اقتراب سمك الأوركا من الشاطئ الذي كان يتواجد به عدد من المصطافين. ظهور هذا النوع من الأسماك ذعر عددا من المصطافين، لا سيما وأن هذا النوع من الأسماك معروف بمهاجمته للبشر. في عز الأخبار المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته إيمان، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن نادي النصر السعودي ينوي التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية في إطار الصفقات الملتقى بإبرامها لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الكروي القادم. الصحيفة أشارت إلى أن النادي السعودي بدأ اتصالاته لمحاولة انتداب الدولي المغربي من فريق إشبيلية، والذي سبق له تحديد شرطه المالي للتخلي عن بونو في 20 مليون يورو. ما تزال لعنة تشيلسي تطارد اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، فبعدما تم الإعلان عن انتقاله للنصر السعودي بشكل شبه رسمي، تراجع الفريق السعودي عن قرار التعاقد معه بعد ساعات فقط من حلوله بالسعودية لاجتياز الفحوصات الطبية. حسب ما نشرته صحيفة الرياضية، فإن إدارة النصر السعودي أوقفت المفاوضات مع الساحر بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود بين إدارة النادي وتشيلسي. فيما كشفت صحيفة دسان البريطانية أن عملية ضم زياش فشلت بسبب الفحص الطبي الذي أجراه بإسبانيا، حيث كشفت إصابته على مستوى الركبة.